ايه اقعد تحت، انا عارف السلاسل مضايقاك. تحت، حاول اللي يحب صاحبه يحاول عشانه، اللي يحب صاحبه يحاول ايه؟ يحاول عشانه. سيمبا، ايه السر في الكلب ده؟ او ايه اللي وراه؟ اربعة اشتغلوا مع الكلب ده، منهم واحد عارف يعني ايه تدريبات شرطة. بس انت اسكت، مالكش دعوة بالموضوع ده، الموضوع ده بيني وبين الناس. بس انت مالكش دعوة، الموضوع بيني وبين الناس. ايه السر ان اربعة انفار مدربين يشتغلوا مع الكلب ده وما ينجحوش معاه، وفيهم واحد في شرطة؟ يعني من كلام صاحب الكلب، راجل مؤهل ان هو بيمسك كلب شم وواقف في مينا وعارف يعني تفتيش الكلب، بيفتش وشرس وحراسة والكلام ده كله. احنا لا داعي ما نتدخلش في اللي ما لناش دعوه بيه. بس لما كلب ينضرب بمطوه في جنبه، دي اللي احنا ممكن نتكلم عنها. مين مدرب في الدنيا ان يضرب الكلب يعلم عليه وعايزه ان هو يشتغل؟ طبعا غير بقى المصيبه الكبيره، وهو القرار الاخير، قرار الجنرالات. يعني باذن الله خلصنا حرب اكتوبر وطلعت الجنرالات، كل واحد ادى القرار، الكلب مش هينفع، الكلب مش هينفع تاني شراسه. ليه؟ اديت القرار بناء عن ايه؟ اديته القرار بناء عن ايه؟ اربع مدربين يشتغلوا مع الكلب ده ويقولوا مش نافع شراسه، ويعقدوا صاحبه منه ويقولوا له مشي الكلب ده احسن، ملوش اي داعي. سيمبا بقاله عندي يومين بالظبط، بقينا اصحاب، عرفت بابه من وهو داخل باب المزرعه، عرفت دخلته ايه وحواره ايه، حسيته كده، حسيت ان احنا في صداقه قديمه. صح اهو، حسيت ان في معرفه بينا. بيبص لايدي شمال ويمين، مركز معايا، دماغه حلوه. ليه ما يبقاش شرس؟ طيب الحلقه دي متصوره بعد دخول الكلب ده المزرعه دي بتاعت ابو نور، بعد الدخول بيومين، 2 days. تمام، انا بعد كده هنتكلم اجنبي لان ما ينفعش العربي. ست، اقعد، سلم، احترم. قالوا عليك ليه ان انت ما ينفعش تكون شرس؟ قالوا عليك كده ليه؟ ضربوك بمطوه ليه في جنبك يعني؟ مطوه وصاحبك خياطه ويقعد يديك اكل بسرنجه ليه؟ طب ما هم ممكن يضحكوا عليك ويقنعوك ان انت جدع، بدل ما يكسروك ويكسروا نفسيتك ممكن يضحكوا عليك زي ما انا ضحكت عليك في يومين. 2 days، واخد بالك يا سيمبا انت؟ 2 days، صح؟ ايه الحس دي؟ ايوه كده. طبعا انا ضحكت عليك واشتغلتك في 2 days. سلم عليا. ايوه الصحوبيه فيها سلام، صح؟ اديني بوسه، احلى مسا عليك، احلى بوسه في الدنيا. ما تيجي كده نعمل مفاجاه للجمهور ونعمل مفاجاه للناس، ونقول لهم الكلب ده بعد ما دخل بيومين وتصاحب على ابو نور، يبقى الموضوع مش تدريب، الموضوع صحوبيه، الموضوع فيه صحوبيه مش تدريب والله، وتصاحب على ابو نور، الكلب رد فعله ايه ونسبه انفعالاته فين؟ يلا بينا، انا ربطك باتنين ليش، صح؟ هنحله في صحوبيه ومتفقين، وما تبصليش وما تنحليش، صح؟ هنحله دي خالص. احنا قلنا ايه؟ وهنجيبوا الليش بتاع اللي احنا بندرب بيه علشان بيكون مبطط طري على رقبة الكلب. ارفع لي وشك فوق، وشك يترفع فوق، وشك فوق، ارفعوا لي فوق كمان. لا دخل وشك هنا، يلا دخل، لا ارفع فوق، ارفع فوق، اقعد، دخل وشك هنا، ايوه كده.
لا عيب عيب عيب، انا علمتك ان اول ما نحل الليش ما ينجريش، بعد حل الليش ما ينجريش. ايه هنا، تعالى هنا هنا سمبا، لف اقعد. هنوريكم حاجة بسيطة خالص عشان ما نطولش عليكم، عشان انا طبعا مش عايزين نضيع وقت مع الكلب ده كتير. حاجة بسيطة خالص بس سجلوها عندكم في المذكرات بتاعتكم. ابو نور استلم كلب من يومين بالظبط، كلب اشتغل عليه 4 مدربين فشلوا معاه. مش مهم، اي مدرب ممكن عادي، انا ممكن اشتغل بكلب وما يجيش معايا سكة على فكرة. انا ابو نور ممكن اشتغل بكلب ما يجيش معايا سكة، بس 4 مدربين ما اشتغلوش معاه او فشلوا معاه، بس اقنعوا صاحب الكلب ان الكلب ده مش نافع، ولو وديته لشيخ المدربين مش هيعرف يغيره. طب تيجي نضربه بمطوه في جنبه ممكن يتغير، صاحب الكلب يأس. تعالوا نشوف كده سيمبا رد فعله ايه. ورينا ياسين. سيمبا استنى لما يعمل حمام، ما يعمل حمام ميه. جاهز، خش من على الرصيف من هنا. يلا سيمبا، ايه ده؟ يلا يلا، ايه ده؟ اهو اهو شغال معايا، شغال معايا، خش. هو ده هو ده هو ده هو ده، شاطر شاطر سيمبا، برافو، شاطر شاطر. مشي من هناك، روح هناك. خدتوا بالكم لما اول ما ياسين دخل الكلب بص لي انا؟ تمام، دي تعديلات بسيطه، برافو، علاج اهو، برافو، تعديلات ركز فيها. معنى كده ان في اخطاء قد بتحصل مش تدريب. شاطر سيمبا شاطر. خش ياسين تاني، سريع ياسين، وريني السرعه في الاداء. يلا من عند، يلا ايه سيمبا، ايه ده ايه ده ايه ده، شاطر 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 سيمبا، شاطر. اه بس كده شاطر، ايه ايه ولا ولا، شاطر سيمبا، روح روح شاطر سيمبا، برافو. انا عايزك تلغي حوار الكرباج، لان انا سمعت ان كان بينضرب قدامه كرابيجي وكلام زي كده. تمام، الغي حوار الكرباج، وعايزك تخش بايدك بس، بايدك ماشي جنب الحيطه، تقف قدام الكلب بالراحه. ولا ولا شوت، اقف عادي، اهرش في شعرك فجأة سيمبا. يلا ايه ده، اهرش في شعرك فجأة تاني، اطلع يا سي. كفايه كده عشان الوقت من دهب، ان لم تقطعه الوقت كالسيف، ان لم تقطعه قطعك. احلى مسا عليكم.